هذه الحلقة برعاية الخير. مثل ما عودناكم ان نطلع عليكم بكل ما يخص عالم الجمال والموضة، وحلقتنا اليوم خصصناها لاخر ما توصلت له تقنيات التجميل والصحة، وحلقتنا تأتيكم برعاية تمكين. خلكم معايانا رزان الجاسم. تدرون ان لو رجعنا بالزمن للقرن السادس قبل الميلاد بنرجع لاول جراح تجميلي في التاريخ، وهو الطبيب الهندي سوشارتا. تدرون ليش المودز ما يبتسمون في عروض الازياء؟ لان الابتسامه تعتبر لغه تواصل، وممكن انه يتاثر على المصمم بحيث انه يشتت التركيز عن الملابس المصممه. تدرون ان العلماء يقولون الشعور بالبرد يمكن انه يساعد في انقاص الوزن بشكل جيد، لأن الارتعاش يحرق الكثير من السعرات الحرارية. مشاهدينا، مفهوم زراعة الشعر اليوم تطور وصار في تقنيات توصل لها العقل البشري بشكل واسع. بما أن البحرين دائما سباقة في كل ما يخص مجال الصحة والتجميل، صارت هالتقنيات الحديثة عندنا، وتعتبر البحرين مركز إقليمي للسياحة التجميلية. نتعرف على هالتفاصيل ومعلومات أكثر عن زراعة الشعر مع الدكتورة رنا العمادي. يا هلا فيك. أهلا وسهلا حبيبتي رزان. نورتيني. شكرا على الاستضافة. حضر دكتورة، في البداية على هالتطور والتقنيات اللي منتشرة أكثر عن زراعة الشعر، خبرينا أكثر عن آخر التقنيات الموجودة. شوفي، بالنسبة حق زراعة الشعر، أول شيء لازم نفهم مبدأ متى الشخص يحتاج زراعة شعر، وبعدين نتحكي عن التقنيات، لأن فعلا في تقنيات حديثة، ومثل ما تعرفين العلم في تطور خصوصا في مجال التجميل. إنزين، لما نقول الشخص يحتاج زراعة شعر، هو حق الناس اللي عندهم تصلع. أوكي، وايد ناس يخطئون عبالهم أن علاج مشكلة تساقط الشعر هي بالزراعة. زين، فتشوفين الواحدة عندها تساقط العيار، دكتورة خلاص أنا قررت أسوي الزراعة. هو الزراعة مو عملية تكثيف شعر، يعني إحنا في الزراعة ما نزيد عدد الشعر، إحنا في الزراعة ننقل الشعرة من مكان إلى مكان آخر. متى ما فهمنا هذه المبدأ عرفنا فكرة الزراعة. زين، طبعا مثل ما تفضلتي انت، الزراعه قطعت شوط طويل وصارت في تقنيات جديده لما وصلنا حق اللي احنا فيه الحين. اول ما بدات الزراعه، تخيلي كانوا يقصون قطعه من الجلد ورا بالشعر، ويبونها قدام ويلصقونها بمنطقه التصلع ويخيطونها. بعدين تطورت، صارت عمليه يسمونها FUT اللي هي الشريحه، يقصون قطعه صغيره من ورا ويحطها الدكتور على الطاولة ويخيط هاي المنطقة اللي من ورا اللي يسمونها المنطقة المانحة، وبعدين يشيلون الشعر اللي فيه، وبعدين يقصون قدام ويحطون الشعر. فهاي تقنية قديمة، فيسمونها الزراعة بطريقة الشريحة أو الـ FUT. لكن على أنها قديمة، ما زالت هذه الطريقة تمارس في جميع أنحاء العالم. ليش؟ لسببين. السبب الأول لأنها رخيصة. السبب الثاني لأنها أسهل حق الطبيب، وفي دول ساعة الطبيب وايد غالية، فيكون أسهل بهاي الطريقة حق إنه يكون أرخص. الطريقة الثانية اللي منتشرة وايد الحين اللي هي طريقة الاقتطاف، اللي هي الـ FUE Follicular Unit Extraction. فهي عبارة عن شنو؟ يشقون ورق
مكان اللي بيشيلون الشعرة بالمشرط وبالملقط يشيلون 3-4 شعرات وبعدين يقصون جدام ويدخلون بالشعرة. حالياً واحدة من أحدث التقنيات اللي هي DHI اللي هي Direct Hair Implant واللي هي احنا نسويها عندنا في العيادة. طريقة هذه التقنية أول شيء اللي يزرع لازم يكون طبيب، ما يصير يكون تكنيشن أو ممرض، أو لازم يكون طبيب، وهذا الطبيب لازم يكون دارس زراعة شعر. بدوني ليش دارس ايش يدرس في زراعة الشعر؟ شوفي حبيبتي، الله سبحانه وتعالى لما خلق لنا شعرنا خلقنا بإتقان، كل شعرة في جسمنا شكلها غير، اتجاهها غير، زاويتها غير، والطبيب لازم يدرس هذه كلها، كلها علم، شلون كل شعرة تنشال، شلون كل شعرة تنحط. ففي الدي اتش اي اللي يفرق عن الطريقة التقليدية إنه ما يصير قطع، تنشال شعرة شعرة من البصيلة واحدة واحدة. فإذا الطبيب بيزرع 5,000 شعرة لازم يسوي 5,000 نقطة صغيرة. يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. البروسيس طويل. طويل. فالشخص اللي بيقدم على عملية زراعة الشعر شنو الأشياء اللي يخليها بعين الاعتبار؟ إنزين. أول شيء لازم يستشير طبيب مختص يقول له فعلاً إن أنت تحتاج زراعة وإن ما في حلول أخرى ممكن نسويها له قبل لا يوصل مرحلة الزراعة. لأن في الحين للأسف مثل ما تعرفين صارت وايد في عيادات تجارية إن هي بس تبي تسوي زراعة فما يردون أحد. أي أحد يجيهم بيزرعون له بيزرعون له بيزرعون له، وللأسف ما عندهم العلاجات المكملة أو العلاجات اللي تتسوى قبل لا يوصل الشخص حق الزراعة. هو المفروض يروح حق عيادة فيها خدمات تخدم أو تشخيص كامل، إن تخدم الشخص بجميع، الأول شيء يعرف التشخيص، وبعدين من التشخيص يعرف أي مرحلة هو في المرض وشنو أنسب علاج حق هذه المرحلة. ممكن أن يكون أنسب علاج حق هذه المرحلة الزراعة، بس ساعات ممكن يكون منطقة تحتاج زراعة ومنطقة تحتاج علاج. فلازم العيادة اللي روح يكون مثل comprehensive treatment، يعني علاج متكامل يقدر يغطي الشيئين على الاحتياج نفسه، على الاحتياج على حسب الحالة. عقب العملية الزراعة الشخص نفسه أكيد يبي الاهتمام أمور ثانية، فشنو النقاط الشخص اللي يقدم على عملية الزراعة لازم تكون في باله عقب العملية؟ شوفي طبعا مثل ما قلتي الاهتمام عقب العملية وايد مهم. طبعا كل شخص يجينا لازم نعطيه تعليمات قبل العملية، لأن بعد في أشياء مهمة تتسوى قبل وأثناء العملية وعقب العملية، ولازم يمشي عليها يعني بحذافيرها مثل ما نقول. واحدة من أهم الأشياء التدخين. عندنا وايد شباب يدخنون سواء كان جيجاير ولا فيب ولا شيشة. مهم أنهم يوقفون التدخين عقب الزراعة وقبل الزراعة بعد وفي أثناء الزراعة عشان يعطيهم نتيجة أفضل. إذا كلش الواحد ما يقدر يوقف على الأقل يقلل من هذه الأمور. الشرب نفس الشيء لازم يوقفون، أو إذا ما يقدر يقلل. بعض الأدوية تتعارض مع عقب الزراعة، فلازم أي دواء يحتاجه مثلاً عقب الزراعة لازم يسألنا قبل لا يأخذه عشان نتأكد يقدر يأخذه ولا لا. طبعاً أتي الأشياء الثانية مثلاً أقدر أغطي شعري، أقدر ألبس حجاب، أقدر ألبس غترة في الشغل، ألبس هلمت. هذه الأشياء عادةً أسبوعين ما في ولا هير كفر، ما في شيء يغطي على الشعر. بالنسبة حق رياضة، سباحة، أي شيء يسبب تعرق من فروة الرأس لازم يمتنع عنه على الأقل لمدة شهر. وفي تعليمات أخرى طبعاً تنعطى على حسب من شخص لآخر تختلف. حياك دكتورة. الله يحييك، نعم الله عليكم. عقب تحكينا عن عقب وأثناء، وأنتي ذكرتي نقطة وايد مهمة إنه ممكن في بعض الحالات اللي يعانون من الصلع مو شرط يصيرون ينتقلون حق زراعة الشعر. فاللي عندهم في الجينات وللحين ما وصلوا ليفل الصلع كامل، شلون او شنو الاشياء اللي ممكن يسوونها عشان يتفادون الصلع بالذات اذا كان في الجينات؟ شوفي الحين هو احنا قاعدين نشوف للاسف التصلع الوراثي او يسمونه التصلع النمطي الوراثي سواء عند النساء او عند الرجال قاعد يصير في سن مبكره، يعني قبل ما كنا نشوف صغار يصلعون، يعني كانوا اللي يصلعون اجدادنا او ابهاتنا في عمر متاخر. الحين لا، نشوف شباب حتى في سن المراهقة قاعدين يوصلون مرحلة التصلع.
واحنا نعوزه طبعا حق اللايف ستايل، يعني الحين صار الاكل مو صحي، التدخين، ضغوطات الحياه، التلوث اللي احنا يحيط فينا، يعني وايد عوامل صارت ان الجين قاعد يطلع بصوره اوضح، ولدرجه انه قاعد في مثلا هو صج اسم التصلع النمطي الوراثي، لكن ساعات تسالينهم يقول لك لا انا ابوي ما في شيء، خوالي ما فيهم شيء، يمكن يدي على كبر يعني. فتشوفين العامل الوراثي حتى مو قوي، يعني حتى يمكن بعيد، وحتى ساعات حتى ما عنده احد في هاله يتذكر ان عندهم تصلع، بس هذه الجين لسبب ما قاعد كانه كان نايم ويصحى من النوم. فالحياة الصحية ممكن تخلي هذه الجينات السيئة اللي قاعدة تطلع الحين في حياتنا مثل باقي الأمراض اللي قاعدين نشوفها تكثر، إن تقل عن طريق اتباع الأكل الصحي، ممارسات الأشياء الصحية في حياتنا، فكلها تأثر. كل شيء يتدخل في بعض، الصحة، طبعًا الأكل، الأمور ذي كلها. دكتورة، وايد من البنات يحبون يربطون شعرهم، يسحبونه بونيتيل، السبراي والأمور هذه، هل ذلين العوامل تأثر على تساقط الشعر؟ طبعاً، شوفي تسريحة الشعر ممكن تسبب لنا تصلع دائم، خصوصاً مثل ما ذكرتي دائم. إيه؟ حتى لو ما فيك في الجينات. هاي يسمونه نوع من أنواع التصلع، يسمونه تراكشن ألوبيشيا، يعني نتيجة السحب تنفسخ البصيلة من مكانها وتطلع. تعرفين أمهاتنا وإحنا صغار لازم يسحبون لنا شعرنا ويودونا على ورا ويمشطونا ما يبون شعره، هلا اللي بالقوة. والسحب في ناس وايد يحبون شعرهم يكون مكشوح ومرفوع مشدود بالقوة، فهذه مع الاستمرارية ومع يأثر طبعا تنسحب البصيلة من مكانها وتطلع. اي، فيصير العلاج الوحيد في هالحاله الزراعه، هذه الحالات يصير لهم الزراعه. طبعا احنا نقدر نتفادى هالشيء ان احنا ما نسوي هاي التسريحات. تكلمتي عن المستحضرات، طبعا في مستحضرات تاثر في الشعر، خصوصا لما نسوي خلطات، يعني مثلا خلطات اللي في البيت ولا اللي يصيرون، لا مو بس خلطات في البيت، يعني قصدي يسوون علاج حق الريلاكس اللي هو التمليس، اي وبعدين صبغ فوقه وبليتش ويشيلون لون ويسحبون لون ويحطون لون يتعب الشعر. اي فعليا يتعب الشعر ويصير خلاص يتقصص وما يستحمل. ووايد تجيني الحين حالات انا في العياده يصير تليف في فروه الراس نتيجه استخدام هذه المواد الكيماويه بدون حذر منها بسوء، يعني او سوء استخدام وكثرة استخدام، فيسبب تليف. لما تتليف فروة الرأس يصير صعب تطلع لي شعر جديد. دكتورة، في النهاية نبي نعرف ثقافة زراعة الشعر. احنا متعودين ان الرجال اكثر يسوون زراعة شعر، بس الحين قاعد نشوف ان النساء بعد. خبرينا اكثر عن موضوع العيادات اللي تمارس DHI، طريقة DHI 70 عيادة حول العالم. تخيلي ان عيادتنا احنا أكثر عيادة تزرع حق النساء، يعني 40% من اللي زرعنا لهم لحد اليوم نساء. ما أعرف هل إحنا منطقتنا يعني فيها كثرة أن النساء يعانون من التصلع الوراثي، يعني أنا لما أقول منطقتنا مو بس البحرين، حتى من السعودية يوني وايد، من باقي دول الخليج، فالنساء قاعدين يعانون بصمت وما يعرفون ان في علاجات. ومثلا اعرف يعني دائما يقولون الزراعه عند النساء تفشل، فلازم نعرف ليش الزراعه عند النساء تفشل. لان التصلع النمطي عند الرجال يضرب منطقه معينه، يضرب قمه الراس اللي يسمونها الفيرتكس، لكن عند النساء للاسف لما يصيدهم التصلع الوراثي يضرب اغلب الشعر. فانت عشان تزرعين لازم تشيلين شعره صاحيه وتنقلينها في منطقه التصلع، بس لما تنقلين شعرة أصلاً مصابة فما تستفيدين. فمهم إن الشعر ينفحص ويتأكد الطبيب شنو من الشعر اللي ضربته الوراثة ومن الشعر اللي مضاربة، ويختار الشعرة لما يشيلها إن تكون شعرة مو مضروبة بالوراثة. بالنسبة حق البنات عندنا في العيادة نسوي لهم بدون حلاقة شعر. تعرفين الحلاقة وايد تأثر نفسياً. فاحنا نسوي لهم بدون حلاقه او يسوونها زون شيف، يعني نحلق منطقه صغيره يكون تحت الشعر وفوقها شعر عشان ما تتوقف حياتهم. فوايد سوينا وايد بنات تخوفهم من الزراعه انه يبين ان الناس يصير يعرفون انهم زارعين شعر،
بالطريقة التقنية، لما الواحد يتحكم لما يزرع الشعرة يزرعها باتجاه معين، بعمق معين، بزاوية معينة، يمشي مع الشعر الطبيعي، يكون ما بيبين. يعني الحمد لله أغلب النتائج اللي عندنا أقرب حق الطبيعي. ما شاء الله، معلومات وايد عن زراعة الشعر، وبالذات إن الحين صار الشخص ما يحتاج إنه هو يسافر يسوي ذي العملية، ممكن في البحرين. فكل الشكر لك دكتورة رنا العمودي على هالمعلومات. حاضرين حبيبتي، بتشرف فيكم في أي وقت. ننتقل إلى البشرة اللي صار روتين العناية فيها يومي ومهم. في التقرير التالي بنتعرف على المنتجات الخاصة بالبشرة واللي يوفرها لنا ساكس فيف أفنيو. البشرة تعتبر عنصر أساسي من نظارة إطلالتنا، عشان كذي بنتكلم في هالفقرة مع الطبيب الجلدية الدكتور أحمد الجودر. يا هلا فيك. يا هلا، مرحبا. موضوع البشرة موضوع شاسع وكبير، في البداية بنعرف عن المشاكل الشائعة اللي تخص البشرة. عندنا أمراض عديدة، خلينا لا نسميها أمراض عديدة، عندنا مشاكل بسيطة وبعدين تندرج إلى أمراض. مع انتشار اللي هو السوشيال ميديا، كل من بدأ يتكلم عن اللي هو جفاف البشرة أو عندي حساسية أو عندي اللي هو الأكزيما والصدفية وإلى آخره، لكن كل واحدة منهم تندرج تحت قائمة. أوكي. فإذا بدأنا نحن قلنا مشاكل، فهل إحنا قاعد نتكلم عن مشاكل عامة يعني جفاف، أو أني عندي حبة حبتين، أو نقدر نقول أنا عندي أنا مصاب بالصدفية أو مصاب بالأكزيما وهذا اعتبره كمرض. فالسؤال هذه شوي لازم نحندش ديب في الموضوع. فعندنا أشياء الأساسية مثل ما قلنا لهم، مثل ما تكلمنا عنهم، إن إحنا نقدر نقول أنا عندي بشرة، أنا عندي بشرة ناشفة، دكتور شو أسوي؟ أو أنا عندي بشرة دهنية، دكتور شو أسوي؟ أوكي دكتور، أنا عندي بشرة ناشفة لكن مصاب بالأكزيما وأحتاج أن أروح حق الطبيب عشان يوصف لي أدوية، غير أنه يوصف لي الدكتور روتين معين، روتين عناية. شنو هو روتين العناية؟ اللي هو كالغسول وكالسيرمز وإلى آخره. فمثل ما قلت، هاي السؤال شوية يكون we need to look at it، ونركز عليه بطريقة ثانية. الحلو أن أنت تحكيت عن البشرة الدهنية والجافة. أي شخص شلون يعرف بشرته شنو هي؟ جافة، دهنية، مختلطة؟ هل في أمور معينة ممكن هو شخصياً يعرف؟ عندنا طريقة سهلة، لكن لازم شوي ندير بالنا وقت نقول إن هي طريقة سهلة، لأن حتى لو عرفنا نوعية بشرتنا من هذه الروتين أو هذه الطريقة اللي راح أتكلم عنها، بعد نحتاج نظرة ثانية من طبيب الجلدية أو أخصائي الجلدية. كمثال، المريض أو الشخص يروح ويغسل وجهه وعقب ينشف وجهه ويعطي روحه ثواني، من 10 ثواني إلى دقيقة،
وعقب يشوف بشرته، هل البشرة تتم ناشفة؟ هل البشرة تكون دهنية أو أن تكون مناطق معينة تكون ناشفة وبعضها تكون دهنية؟ هذه simple test، إنه فحص سريع الشخص يقدر يسويه في البيت ويعرف من طريق هذا الشيء إن شنو نوعية بشرته. لكن مثل ما قلت لك لازم احنا ناخذ الحذر. ليش احنا ناخذ الحذر؟ لان اذا شخص سوى هذا الروتين وقال اوكي انا عرفت ان بشرتي انا دهنيه وراح السوبر ماركت او راح نقدر نقول راح سيفورا فور اكزامبل كمثال وقام شرى له اشياء خاصه للبشره الدهنيه، هو هل صدق انه بشره دهنيه او هل ان المواد اللي راح ياخذهم بتنفعه او لا؟ فلازم مثل ما قلت انه يكون معه بالعكس صحيح عليك. انه تكون رده فعل عكسيه عليه. في اشخاص ما شاء الله تبارك الله بشرتهم حلوه ما تحتاج ولا شيء، احس اصعب شيء ان شلون يحافظون على نظاره بشرتهم على بشرتهم الصحيه. عندنا اساسيات العنايه. شنو اساسيات العنايه؟ ان تختار قصول مناسب لبشرتك ومناسب للامراض اللي بشرتك تعاني منها، مثل ما تكلمنا في سؤالنا الأول إن شنو المشاكل، في مشاكل وفي أمراض. ففي أشخاص تكون عندهم أمراض التأتب أو إنه مصاب بالأكزيما كمثال ويشتكي أو إنه يكون بعد مصاحب مع اللي هو في الأكزيما بشرته تكون مختلطة أو تكون ناشفة أو تكون دهنية، فلازم نحط هذا في عين الاعتبار. فالشخص يروح يكون يختار له اللي هو القصول المناسب حق مشكلته الأساسية ومشكلة اللي هي الثانوية اللي هو نقدر نقول إن بشرتي ناشفة وبشرتي دهنية وإلى آخره. الشيء الثاني يأخذ تونر، والتونر هذه في أشخاص يوافقون عليه وفي يعني كدكاترة يوافقون عليه وفي دكاترة ما ينصحون فيه لأنه يحتوي على مواد تنشف البشرة، أو في بعض التونرز ما تنشف البشرة فيها مواد فعالة. شنو المواد الفعالة؟ مثل مشتقات الفيتامين سي أو إنه مشتقات اللي هو الفيتامين ألف اللي هو الريتينول واللي السوشيال ميديا يتمون يتكلمون عنه، وهذا شوية موضوع بحر. السوشيال ميديا بحر ونخاف منه، إحنا كدكاترة نخاف من هذه الأكسس اللي عند كل من إنه يجي المريض العيادة ويقول لي دكتور أنا شفت هذا الشيء وجربته، ومثل ما تكلمت في سؤالنا الثاني ردة فعل عكسية والمريض توحد يختلف من شخص إلى شخص. شخص آخر. في أشخاص عندهم حساسية وقد تسبب لهم إحمرار. صحيح. فشنو تنصح دكتور حق الأشخاص ذلين إن شيء يخفف الإحمرار؟ حتى سؤال شنو الشيء اللي يخفف الإحمرار؟ إحنا ما عرفنا شنو الشيء اللي جربه علشان سبب له التهيج. نقدر نرد الأساسيات. مرطب حق التشخيص. هو لازم تشخيص من الطبيب، هذا شيء واضح. لكن عندنا نقطة مهمة اللي هو الترطيب المستمر، أو أن الشخص لازم أنه يرطب بشرته ويأخذ هذه الأساسيات اللي تكلمنا عنهم، القصول المناسب لبشرته، المرطب المناسب لبشرته، وواقي الشمس المناسب لبشرته. وقبل ما هو يجرب أو قبل ما هو يروح يأخذ اللي هو شيء شافه في السوشيال ميديا ياخذ الحذر، لان هذه رده فعل اللي احنا نخاف منها. دكتور نلاحظ ان في اشخاص عقب ما عدوا فتره المراهقه طلع لهم حب الشباب عقب ما طافوا يمكن الثلاثين. شيء غريب، ممكن تكلمنا اكثر عن ذي الظاهره؟ كلمه حب الشباب مفهوم شويه ماخذينه غلط، لان احنا عندنا شيء يسمونه بالاكني، والأكني تندرج تحت مواضيع أو أنواع ويعتبر بحر نفسه. فوقت يطلع حرارة، خلينا بالعامي يطلع حق الشخص اللي هو الحرارة، حب الشباب أوكي خلينا نسميه حرارة قبل ما نقول حب الشباب، لأن حب الشباب يصير كاتيجوري يعني في فئة معينة من العمر أوكي، بسبب الهرمونات، بسبب النظافة الشخصية. أقول النظافة الشخصية، يعني في ناس يقولون لا ما أنا داخل من النظافة الشخصية، مرات إن الشخص ما يعتني، ما يكون عنده روتين صحيح، أو إنه سوري على كلمة سوء استخدام، سوء الاستخدام، أو إنه ما يغير اللي هو اللي هو القطاء مال الماسدة أو الشاشة وإلى آخره، تأدي حق شنو؟ إنه يزيد عنده حالته، يزيد عنده اللي هو الحرارة والبثور وإلى آخره. أوكي الحين النقطة إن ليش طلع حق الشخص بعد سن نقدر نقول 25 أو سن 20؟ هذه يندرج تحت أمراض مختلفة، ولازم المريض يروح حق طبيب الجلدية، لأن عادي إنه يكون هذا الشيء وردية، لأن الوردية بعد لها صورة تشابه حب الشباب.
أو أن تكون بعد أن هي أكزيما دهنية. الأكزيما الدهنية لها أشكال مختلفة، لكن ما يعني ما نقدر ندرجها تحت حب الشباب. النقطة المهمة اللي بغيت أوصلها أن مهم جدا لو الشخص لاحظ أن البثور لحد الحين قاعد تطلع له بعد سن اللي هو المراهقة وحتى لو هو لحد الحين في سن المراهقة لاحظ أن في شيء غير، يعني مو بأنه حبة تطلع لك وبعد كم يوم تختفي، لا لازم تروح حق طبيب جلدية لأن لازم نتلاحق هالموضوع ونعالجه قبل ما يتدهور ويدش لمراحل ثانية. من عقب التشافي من حب الشباب تتم آثار على البشرة، شلون الشخص ممكن يتخلص من هاي الآثار مع التقنيات الحديثة الموجودة؟ نبتدي بالأساسيات. فالشخص صار له حب الشباب، صار له شنو؟ تهيج. نقول تهيج. بعد التهيج عندنا مراحل مختلفة، عندنا اللي تتحول إلى ندب أو تتحول إلى شيء يسمونه بالإنجليزي post inflammatory erythema أو post inflammatory hyperpigmentation، يسمونه احمرار أو تهيج بعد، يعني احمرار بعد التهيج أو تصبغات بعد التهيج. فكل جزء أو كل كاتيجوري لها علاج معين، لكن مثل ما قلت نتلاحق الموضوع أول ما يطلع، يعني بدين يعني دش المريض في مرحلة حب الشباب أو دش المريض في مرحلة إن عنده بثور وعرفنا نوعية الأكني اللي عنده إياها وبديناه بالعلاج الصحيح. في أساسيات اللي هي القسول يحتوي على مشتقات اللي هو المقشرات اللي هو يسمونه البي اتش اي والاي اتش اي، يعني كل من اللي يشوف التلفزيون بيعرف شنو الموضوع هذا، اللي هي نقدر نقول اللي هو مشتق اللي ساسيليك اسيد جلايكوليك اسيد، يحتوي يعني يكون موجود في القسول او يكون في التونر. بعدها مهم جدا ان احنا لازم نركز على الكريمات الموضعيه. شنو الكريمات الموضعيه؟ بعد تحتوي على مشتقات الفيتامين الف، تحتوي على اللي هو ساسيليك اسيد. نقطه ثانيه، اذا الشخص كان عنده تصبغات كمثال نركز على مشتقات الفيتامين سي. اوكي الحين اعطينا المريض هذه الكريمات او اعطينا المريض هذا النوع من القسول، لازم نركز على نقطه مهمه تسمى بالانجليزي تريتمنت باي بريفنشن، العلاج بالوقايه. كمثال استخدام واقي الشمس او تجنب اشياء معينه ان تهيج عندنا الصوره. فهذه هي الخطه. فمهم جدا ان يكون مع طبيبه وطبيبه يكتب الخطه الصحيحه، يمشي على العلاجات الاساسيه، وعندنا هذه العلاجات الثانويه اللي في نهايه المطاف راح يواصل ويا طبيبه عشان يحصل النتيجه اللي هو يبيها. مهم جدا. دكتور ساعات نشوف اشخاص فيهم حب الشباب، فيهم الورديه، فيهم تصبغات، سيده يشقحون يسوون ابر نظاره. هل ابر نظاره بتعطي افكت تختصر مرحله التريتمنت، مرحله الكورسات العلاجيه؟ لا للاسف لا. تلعب دور؟ نعم، لكن هل هي العلاج الرئيسي؟ لا مو بالعلاج الرئيسي. احنا قبل ما نشكح ونروح حق اللي هو التجميل مهم جدا احنا نركز على شنو العلاجات الاساسيه، علاجات نعالج الموضوع الاساسي، نتجنب الاشياء، نعالج الاساس، نتجنب الاشياء اللي تهيج لنا اللي هو تو افويد ذا تريجرز. التريجرز مثل شنو؟ الاشياء اللي تهيج لنا او نتحفز لنا ايا كان، اذا قلنا نتكلم عن الحساسيه او الصدفيه او الورديه او اللي هو حب الشباب. الشباب صح. دكتور احمد كل الشكر لك. واجب. مشاهدينا، احد اهم وابرز الداعمين للمشاريع البحرينيه لجميع الفئات العمريه تمكين، اللي تسمح للافكار انها تصير واقع ملموس وتمثل البحرين في الكثير من المجالات. وبما ان حلقتنا بدعم من تمكين، بنسلط الضوء على مشروع اوبتيكا المتخصص في كل ما يخص مستلزمات النظارات والعيون مع صاحبه عمار الحسن. اليوم النظاره الشمسيه او النظاره الطبيه تعتبر جزء من اللوك. بناخذكم جوله في نظارات اوبتيكا. في البداية بنعرف دور تمكين في دعم أوبتيكا.
والله علاقاتنا في تمكين يعني ترجع حق تقريبا 7 سنين واحنا بدينا نشتغل معاهم. تمكين ساعدونا في توظيف بحرينيين في الأجهزة اللي نستخدمها حاليا في اللاب، في أجهزة الفحص، فيعني علاقاتنا خلينا نقول قوية، ويعني نشكرهم نشكرهم على هاي الدعم. يعني طبعا في البدايه بنعرف على شلون تقدرون توافقون وتلبون اذواق الناس في مختلف اعمارهم، بالذات ان النظاره هي جزء اساسي حق اغلب الاشخاص. والله شوف يعني الحين احنا النظارات يعني نحاول ان احنا نرضي جميع الفئات. في عندنا وايد فئات طبعا، نبتدي فيها في خلينا نقول فئه الطفل الرضيع. يعني عندك مثل هاي النظاره الستراب فلكسيبل ما تنكسر وتركب على يعني اي راس مثلا. فهاي عندك مثلا حق فئه الاطفال الرضع. بعدين عندك الفئه اللي هي مثلا اللي تكون في مدرسه في الابتدائي، في الروضه للابتدائي للاعدادي، يحتاج بعد شيء شوي يكون فلكسيبل، يكون شوي الوانها حلوه وتكون يعني خلينا نقول نجرب عادي تقدرين تجربين فلكسيبل، بس للحين اتم على ستايل يعني شوي ان الطفل في الابتدائي بدون استراب ما راس بعدين نقدر نروح حق عندك الفئه اللي هي اللي تحب اللكجري. احنا عندنا اللمبرج هذه تعتبر من افضل النظارات الشمسيه والطبيه، هي جدا خفيفه مصنوعه من التيتانيوم، النظاره الوحيده اللي ما فيها ولا برغي. اوكي مصنوعة كاملة باليد. إيه. وأسعارها طبعاً يعني تبتدي خلينا نفترض 200 دينار، وفي بعضهم اللي هم خلينا نقول البريشس كولكشن أو الليمتد كولكشن توصل ل 16,000 دينار. حلو. اللي أحس بعد ليش تميز إن هي خفيفة حتى إذا تمت فترة خفيفة. طويلة ما يحسون بثقل على الخشم بالضبط. ولا الهاي. يعني أي أحد يلبس اللمبرك ما يقدر يلبس أي نظارة ثانية. خلاص لكجري. خلاص إيه لأنها تكون وايد خفيفة. حتى بالعدسة للحين خفيفة فتكون جدا مرنة وتساعد يعني على حق اللي يداوم ساعات طويلة عشان ما يبي طبعة الخشم اللي تكون يعني. السرعة اللي قاعد يتغير فيها الترند حاليا وشلون نحن نحاول نواكب الترندات. يعني الحين مثلا قبل 10 أو 15 سنة ما حد يبي يلبس نظارة، صح؟ تقول لك لا انا استحي، تفضل انه ما تلبس، تلبس بس بالبيت، حاول تلبس العدسات. الحين لا، الحين الناس صارت تكشخ بالنظاره حتى لو ما عليها نظر، صح؟ بس تبيها كاكسسوار ثابت على الوجه مكمل حق اللوك بالضبط. طبعا في وايد ستايلات حاليا، في الستايل الكلاسيك، في الستايل السبعينات، في الستايل الترندي. يعني الحين مثلا عندك هاي الستايل، هاي تعتبر من الستايلات الكلاسيك، هاي الكات اي بعد نفس الشيء. هذين الستايلات اللي ما تروح موضتها. هذه اكسسوار مسويينه حق النظارات الشمسيه، تفتحين الباوتش تحطين فيها النظاره تسكينها تعلقينها على شنطتك. خبرنا اكثر عن دلين النظارات اللي تساعد الاشخاص اللي طول حياتهم يشتغلون مجابلين الشاشات. الفكره من البراند انه يكون مصنوع من مواد غير ضاره للبيئه، هاي واحد، وتكون خفيفه وعمليه، وفي نفس الوقت 10% من مبيعاتها تروح حق الاعمال الخيريه. الاعمال الخيريه نعم. والحين حاليا جميع النظارات الطبيه اللي حق سنا فيها البلو لايت بروتكشن اللي هي الحمايه من ضوء الازرق. بعض النصايح اللي نعطيها الزباين، اولا الحين طبعا نعرف ان 80% من تعلم اي شخص يبتدي من عمر صغير ويبتدي بالنظر، صح؟ في المدرسه ولا كان في الحضانه ولا كان، فدائما ننصح خلينا نقول الاهل انه يفحصون عيون عيالهم في اصغر في اولا من اصغر سن ممكن وبشكل دوري كل سنه. لان ساعات الياهل يكون خلينا نفترض النظر ماله ضعيف بس مو ما يدري انه هو يقدر يشوف افضل، ف
فيكون هاي الفحوصات الدوريه تكون لازم موجوده. احنا نفحص من 12 سنه وفوق، اصغر من 12 سنه لازم يكون عن طريق المستشفى وبعدين يتم تحويله علينا عشان نسوي له النظاره. كل الشكر لك، وايد استانسنا والجوله كانت وايد حلوه ومفيده. جزاك الله خير ومشكورين على الاستضافه. الله يسلمك. إذا بنتكلم عن الجمال لازم ينربط معاه مفهوم الصحة عشان تزيد إشراقتنا وتكتمل عندنا الصورة، ولأن العقل السليم في الجسم السليم بنتعرف على أهم النقاط اللي لازم نركز عليها عشان نتمتع بجدول غذائي يكمل جمالنا من الداخل قبل الخارج، مع أخصائية التغذية العلاجية والحميات أبرار عمران. يا هلا فيك. أهلا وسهلا أختي رزان، مشكورين على الاستضافة. في البداية ذكرنا أن الصحة هي جزء لا يتجزأ من الجمال نفسه، خبرينا عن الدلالات العلمية تجاه الموضوع. طبعاً موضوع الجمال وموضوع البشرة الجميلة الشابة هذا حلم كل بنت، والحمد لله صاروا حتى الشباب يشاركونا في هذا الاهتمام. موضوع التغذية دائماً احنا نقول أنه متشعب، يعني على قد ما احنا نتعلم فيه وعن الوزن وعن تنزيله أو زيادته، بعد يبقى في مواضيع الناس لاهية عنها، وهو موضوع الجمال والبشرة والشعر والأظافر. على طول دراستنا كنا دائما نركز على أسلوب الحياة، كل ما كان صحي كل ما كان انعكاس على بشرة الإنسان، على شعره، على أظافره. إذا كان هدف الشخص يكون عنده شعر قوي ما في تقصف، ما يكون باهت، ما يتكسر، لازم يكون نظام الغذائي متوازن، يكون في كل العناصر الغذائية الأساسية. ولما نقول عناصر غذائية أساسية يعني يكون مدعم بمضادات الأكسدة. شنو هي مضادات الأكسدة؟ مضادات الأكسدة أو بالإنجليش اسمها أنتي أوكسيدنس، هذه وظيفتها تحارب الجذور الحرة اللي هي الفري راديكلز، وهذه اللي تدمر الجسم، هذه اللي تدمر الشعر، تدمر البشرة، تدمر الأظافر. فإحنا دائماً لازم نلجأ إلى النظام اللي يكون فيه مضادات الأكسدة اللي نحصلها في الفيتامينات والمعادن، وهي نحصلها في الخضرة والفواكه. فلازم دائماً نشوف نظامنا يحتوي على هذه العناصر، على الفواكه، على الخضرة، على البروتين. البروتين جداً مهم في النظام الغذائي اللي يساعد في الجمال، لأنه يساعد في تجديد الخلايا، يساعد أن البشرة تكون متجددة، تكون فيها نضارة، تكون فيها إشراقة. فلازم نظامنا يكون فيه بروتين، سواء كان نظامك نباتي أو نظام عادي لازم كل وجبة تحتوي على البروتين. من خلال خبرتك خبرينا عن الوعي آخر فترة في المجال التغذية. طبعاً مثل ما قلنا أن هذا حلم عند الكل، أن يكون عنده بشرة جميلة، شعر جميل، ما يتكسر، ما يتقصف، نفس الشيء الأظافر. هذا الشيء صار عند الشباب بعد، فأشوف في العيادة أن حتى الشباب لما يجوني كمراجعين يسألوني عن شعرهم، يقول شلون أقوي شعري، شعر قاعد يتساقط، شنو الأسباب، شلون ممكن أتجنب البهتان في البشرة، حب الشباب، الهالات. فصاروا يفهمون أن الأكل ينعكس على بشرتهم، ينعكس على شعرهم. فإحنا دائما نركز على هذا الموضوع، ويهمنا أن الناس تصير عندها ثقافة أكثر من ناحية الغذاء، وأنهم يهتمون في أسلوب حياتهم. لما أقول أسلوب الحياة مو بس الأكل، حتى النوم، النوم جدا مؤثر على البشرة. نلاحظ الأشخاص اللي يعدلون ساعات نومهم تكون بشرتهم بعد أكثر نضارة وبعيدة عن مظاهر التعب، مظاهر اللي يكون فيها بهتان يعني. فجدا مهم نهتم بالنوم، نهتم بشرب الماء. أنا دائما أقول بعد أن شرب الماء هو أفضل علاج إلى البشرة، أفضل مويسترايزر أصلا، أفضل مرطب وأرخص مرطب هو الماء، متواجد في كل البيوت. فمهم أن إحنا نعزز شرب الماء عشان يبين على بشرتنا. فمثل ما قلتين هذه الثقافة صارت منتشرة، ثقافة الاهتمام بالبشرة، بالشعر، بالأظافر، وهذا يخلينا نهتم أكثر بأسلوب حياتنا يكون صحي، ونهتم بكل الجوانب من ناحية الأكل، الماء، النوم، أيضا الرياضة، لأن الرياضة تساعد على حركة الدورة الدموية، فبالتالي يبين على بشرتنا،
ويعني تصير بشرتنا أكثر نضارة، وحتى الشعر يكون أفضل، الأظافر تكون أفضل، كل ما كان أسلوب حياتنا أفضل. شلون نحافظ على الالتزام والاستمرارية على نظام غذائي يكون مثالي لنا؟ موضوع الاستمرار والالتزام هذا أصعب شيء، أصعب شيء في النظام الغذائي أو أسلوب الحياة بشكل عام. يعني حتى الرياضيين ممكن أنه يلعب رياضة وفترة أنه يوقف، أو مثلا تصيده ظروف وأنه خلاص يمل. فهو موضوع الملل، لازم نشوف إحنا ليش نمل. ممكن أن تكون النظام الغذائي اللي أنت قاعد تمشي عليه ممل، قاعد يجوع، قاعد يحرمك من الأشياء اللي تحبها، فنشوف الأسباب اللي تخلينا نوقف أو نمل من الاستمرار. فمهم أن يكون النظام متوازن، ما يحرمنا، يكون نفس السعرات الحرارية اللي نحتاجها على قد الاحتياج، ولكن بدون ما يحرمنا. مجرد أن إحنا نشوف الأشياء اللي يكون عندنا إدمان عليها ونحاول نقللها. دائما أقول شنو الأشياء اللي أنت مدمن عليها؟ مثلا في أشخاص مدمنين على القهوة، على الشاي، فنعد لهم كمية الكوفي والشاي اللي يشربونه ونحاول نقلل. إذا مثلا ما قاعدين يدخلون الخضرة والفواكه في نظامهم، وهذا الشيء بالنسبة إليهم ممل في النظام الغذائي، يقولون أنه ما أحب ألتزم لأنه دائما في خضرة وفواكه، على الأقل تأخذ بس حبة فاكهة في اليوم وتتعود عليها. فمسألة الالتزام تكون إذا كان النظام صارم، يكون فيه قيود، فنشيل هذه القيود ونحاول نسهلها عشان نقدر نلتزم. حتى الرياضة، حتى الرياضة مو شرط أن في ناس يقولون لازم تقعد 4 ساعات في الجيم، لازم أنك تلعب ساعتين، حتى لو نص ساعة 20 دقيقة أفضل من أنك تكون على السرير يعني طول اليوم. فتسهيل وتبسيط أسلوب الحياة يكون أفضل في الاستمرار. كونك أخصائية أكيد واجهتي العديد من الأشخاص يبون ينقصون وزنهم، أي. في نفس الوقت آخر فترة وايد أشخاص يروحون حق أخصائية تغذية عشان يزيدون وزنهم، أي. خبرينا أكثر عن الموضوع. موضوع زيادة الوزن يعني هذا شيء جدا مهم، وجدا مهم ان احنا نسلط عليه الضوء، لانهم مساكين دائما يقولوا احنا مظلومين، انتم دائما يهمكم موضوع تنزيل الوزن. زياده الوزن تشكل صعوبه اكثر من تنزيل الوزن، لان هي تهتم بزياده الكتله العضليه، والعضل ياخذ لفتره عشان يزيد. فمهم ان احنا ناخذ كل حاله على حده ونشوف شنو المشاكل اللي يعاني منها. اول خطوه نسويها في زياده الوزن ان احنا نسوي لهم فحوصات دم. فعن طريق فحص الدم راح يبين عندي شنو الأشياء اللي تكون ناقصة. مثلا عنده نقص حديد، نقص في فيتامين B12، ممكن دمه قاصر، عنده فقر دم، فنعالج هذا الشيء، نعالج الداخل عشان يبين على السطح. أي شخص يكون عنده نقص في الفيتامينات أو المعادن ما راح يشوف نتائج في زيادة الوزن. ونفس الشيء ويا سالفة الجمال والبشرة، إذا كان عندهم نقص في المعادن أيضا ما راح يشوفوا نتائج في بشرتهم، في شعرهم، في أظافرهم. فمهم أول خطوة سواء أنت بتنزل وزنك، بتزيد وزنك، أو بتعدل بشرتك، مهم أن إحنا نشوف فحص الدم ونتأكد من الفيتامينات والمعادن ومن وظائف الكبد والكلى. هذا كله انعكاس إلى الوزن وانعكاس للبشرة. فزيارة الوزن أول نقطة نشوف فحص الدم، وبعدين نسوي إليهم نظام غذائي مخصص على حسب الحالة. نعد السعرات الحرارية، وإذا يحتاج زيادة وزن راح نضيف 500 سعرة إضافية، وبعدين نرتب الأكل على حسب مفضلاته. إذا كان مثلا نظام نباتي عنده حساسية من الأكل، مهم موضوع الحساسية أيضا ويا سالفة البشرة والجمال. فإذا شخص يعاني من حساسية من نوع من الأكل، مثلا من اللاكتوز، عنده حساسية من المكسرات، من الربيان، من بعض الفواكه، نشيله من النظام الغذائي عشان تتعدل بشرته أكثر، وبعد نشوف نتائج ويا الوزن. فنسوي إلى نظام غذائي متوازن، ونركز في الرياضة على رياضة المقاومة اللي تزيد الكتلة العضلية. من عقب ما الشخص يوصل حق الوزن المثالي اللي هو يبيه، أي. شلون يحافظ على وزنه؟ المحافظة أو الاستمرارية أو تثبيت الوزن يكون أن ناخذ السعرات الحرارية نفس ما هي، ما نغيرها، ما نزيد ولا ننقص. في تنزيل الوزن نحسب السعرات وننزلها، وفي زيادة الوزن نحسب السعرات ونزيدها. في تثبيت الوزن أو الاستمرارية نعطي السعرات نفس ما هي، ما نغيرها. نتأكد منه أنه قاعد يحاسب مو يحسب، يعني في هذه الفترة المفروض يكون مرتاح أكثر، مو كل شيء بالميزان وكل شيء بالأكواب ويقعد كله على قلق وتوتر، يكون مرتاح أكثر. مجرد أنه يحافظ على بعض العادات اللي اكتسبها في أثناء تنزيل الوزن أو زيادة الوزن. يعني إذا هو كان يلعب رياضة، يلعب ساعتين في هالفترة، أنه ممكن يلعب 4 مرات في الأسبوع، 3 مرات، والوقت أقل. ممكن أنه
يحافظ على الوجبات ان ثلاث الوجبات بدون ما يحسب، فقط انه هو يتاكد ان فيها العناصر الغذائيه، فيها بروتين، فيها كربوهيدرات، وفيها دهون صحيه، فيتاكد بس انه يحافظ على العادات اللي سواها ولكن بدون تدقيق، يعني بس يحافظ عليها عشان يحس ان هي بارت من اللايف ستايل. بارت من اللايف ستايل، وهذه الفتره تكون جدا مريحه، ما تكون فيها يعني تعقيد وفيها حسبه مثل ما قلت، فقط محاسبه وعندنا كنترول. يعني لما نكون في عزايم، في مطاعم، نختار الاشياء الافضل وما نكثر، يعني ناكل باعتدال. الاعتدال هو الوسيلة للمحافظة على الوزن. هل من الضروري متابعة أخصائي تغذية حتى إذا كان الشخص عنده المقاومات الغذائية؟ دائما في العيادة يجوني هالذين الأشخاص اللي يكونون تحسينهم بيرفكت المصل، إيه فت مصل عندهم أوكي، نسبة الفات تكون في المعدل الطبيعي. حتى عندي لاعبين كرة في المنتخب يجوني في العيادة وكل شيء بيرفكت، بس هم يكونون على اطلاع متابعة، ما أسوي لهم نظام غذائي ولا شيء، مجرد استشارة ونشوف عن طريق جهاز الانبادي يطلع لنا تفاصيل مكونات العضل والسوائل والدهون. فهذه القراءة تبين لنا الديتيلز داخل جسمهم، ونقول لهم ان انتم هل في المعدل الطبيعي او لا، هالمره صار شدي، هالمره نزل عندكم السوائل لازم تزيدون. فمجرد يحتاجون فولو اب، متابعه مع اخصائي تغذيه عشان يعطيهم قراءه لتفاصيل الجسم، واذا هم مثلا كانوا عندهم مشكله او مثلا سؤال معين نوضح لهم الصوره، نحطهم في الصوره. مثلا واحده ممكن كل المقاومات مثل ما قلتين عندها عضل وعندها سوائل في المعدل الطبيعي والدهون في المعدل الطبيعي، بس عندها مشكلة ارتجاع، عندها الحارق، فأعطيها نصائح لهذه المشكلة. ممكن أن عندها تساقط شعر، فنشوف أن ليش قاعدة تطيح شعرها. ممكن كل شيء أوكي بس عندها مشكلة معينة مرتبطة بالغذاء، فإحنا لا نربط فقط موضوع الأكل والنظام الغذائي فقط بتنزيل الوزن، في واجد أشياء تتعلق بالأكل، حتى مسألة الهرمونات والدورة الشهرية والشعر والأظافر مثل ما قلنا، ومشاكل الجهاز الهضمي، فكلها تتعلق بالأكل. فأشخاص يجونا كل شيء بيرفكت بس عندهم سؤال معين أو نقطة معينة أو يعني في عندهم عارض مزعج، سيمبتوم يكون يأثر عليهم، فنعالج عن طريق تعديلات في أسلوب حياتهم. في الختام، شلون نحافظ على العادات الصحية في حياتنا؟ العادات الصحية هي نستبدلها بالعادات الغير صحية. دائما مهم ان الشخص يكتب، واحنا على بداية السنة الجديدة الحين، مهم ان الشخص يكتب ويشوف يسجل شنو الاشياء اللي ما قاعدة تتناسب مع اسلوب حياته. اللايف ستايل مثل ما قلنا ينقسم الى عدة امور، مو بس الاكل، في عندنا عادات، عادات ممكن النوم يكون سيء، الشخص ما قاعد ياخذ ساعات كفايه، ممكن دائما مزاجه متعكر، نفسيته سيئه، يعاني ممكن من الستريس او الاكتئاب، هذا كله يتدخل في اسلوب الحياه. فمهم ان احنا نسجل وندون العادات اللي قاعده تعيقنا عن التطور، عن ان احنا نشوف نتائج ايجابيه في حياتنا، ونحاول نستبدلها بالعادات الزينه. مثلا على سبيل المثال، انت ما قاعد تشرب ماي كلش، خصوصا الحين في فصل الشتاء ما قاعد تشرب ماي، حاول انك ولو لتر واحد، 4 كاسات في اليوم، انك انت تاخذها خلال اليوم. مثلا انت قاعد دائما تسهر، والحين في الاجازات والطلبه او اي شخص عنده اجازه ممكن انه قاعد يسهر، ما قاعد ياخذ ساعات كفايه، حتى ولو نمت العصر ما يعوض عن النوم بالليل. النوم بالليل هو اساس الى عمل وظائف الجسم، اساس لجمال البشره، اساس لتنزيل الوزن او زياده الوزن عند الاشخاص اللي حابين يزيدون وزنهم. فمهم ان احنا ناخذ ولو 6 ساعات بالليل بالمساء، يعني هذه واجد راح تاثر بشكل ايجابي على اسلوب حياتك. فهذه من العادات الجيده، ان احنا نحاول ولو بشيء بسيط نغيرها. فاستبدال العادات السيئه بالعادات الجيده، ودائما نشتغل على عادة إلى لمدة 3 أسابيع، يعني نخلي لنا 21 يوم نشتغل على عادة واحدة، ما نشبك كل العادات مع بعض، يعني بيكون في ربكة وبيكون عشوائية، فما رح نقدر نحافظ عليها لفترة طويلة. فمهم أن إحنا نشتغل على عادة واحدة لمدة 3 أسابيع، ورح نشوف أن هي تكون من ضمن روتين حياتنا. صحيح. أخصائية التغذية العلاجية والحميات أبرار عمران، كل الشكر لك. الابتسامة تعتبر من أول الأشياء اللي تلفت الانتباه لما نطالع أي شخص، وغير كذي لا تنسون أن الابتسامة صدقة، شلون نحافظ على جمالها ونعتني فيها بالطريقة الصحيحة في التقرير التالي.
الحفاظ على صحة الفم والأسنان هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على الصحة بشكل عام. زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري ومنتظم، الحفاظ على عدد مرات تفريش الأسنان بشكل يومي، زيارة طبيب الأسنان في حال وجود تركيبات أو وجود تقويم أسنان أو زراعة أسنان أو أي نوع من أنواع العلاجات لازم يكون حتى بشكل منتظم أكثر ودوري بشكل منتظم أكثر. عدد مرات تفريش الأسنان واستعمال خيط الأسنان، استعمال الخيط المائي في البيت، كلها وسائل مفيدة وسليمة للحفاظ على صحة فم وأسنان جيدة لعمر أطول. من المعروف أن الأطفال حتى بعمر 3 و4 سنوات وأكثر من الأهمية كمان أنهم يزوروا طبيب الأسنان بشكل منتظم. كبار العمر كمان أكيد في حاجة أكثر أنهم يزوروا طبيب الأسنان بحيث أن يحافظون على الأسنان لفترة أطول. أخص بالذكر الناس اللي مسويين تقويم أسنان، مسويين تركيبات أسنان، زراعة أسنان، علاجات عصب، هذه محتاجة زيارات دورية أكثر ومنتظمة لطبيب الأسنان للتأكد من سلامة العلاج وعدم وجود أي مشاكل. تنظيف الأسنان إشي كتير مهم، زي ما بنعرف إنه الابتسامة الجميلة، الأسنان البيضاء المرتبة صارت عنوان للجمال وموضة حالياً، الكل بيحاول إنه يحصل عليها. فالتنظيف الدوري عند طبيب الأسنان جداً مهم للحصول على أسنان بيضاء نظيفة، رائحة الفم ما تكون كريهة، فهالشي جداً مهم بيعطي ثقة للإنسان. المعدل الطبيعي لزيارة طبيب الأسنان مفروض يكون مرتين في السنة. هذا بيكون للناس اللي ما عندها مشاكل في أسنانها، أما المرضى اللي عندهم سكري، النساء الحوامل، المدخنين، المفروض زيارتهم تكون أكثر من يعني أقل من 6 شهور، خلينا نحكي 3 أو 4 مرات في السنة. المرضى اللي عندهم تقويم بأسنانهم أو عندهم تراكم، مش ضروري تقويم، تراكم بأسنانهم، عاملين زرعات للأسنان، مركبين العدسات التجميلية الفينيلز، المفروض برضو تكون زيارتهم كل 4 شهور عند طبيب الأسنان للتأكد من صحة اللثة وعدم وجود أي جير أو التهابات في اللثة. كل زيارة كل 6 شهور عندما يتم تنظيف الأسنان بتم كمان مراجعة كل الحشوات، التسوسات الجديدة، أي مشاكل صحية في الأسنان، أي شيء جديد طارئ على الأسنان ما كان فيه موجود بالزيارة السابقة. فأكيد لا أنصح أبداً بتضييع الفرصة الدورية لتنظيف الأسنان. الجمال والشباب الدائم شيء الكل يسعى لتحقيقه والحفاظ عليه، بس المهم إن ما ننسى إن الصحة الجيدة هي اللي بتنعكس على مظهرنا الخارجي. وصلنا لختام هذه الحلقة اللي كانت برعاية تمكين وساكس فيف أفينيو، ومع السلامة. هذه الحلقة برعاية